بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. حيسام حواء أبو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسكادي بإذن الله عز وجل دباء آيات ودباء حديثنا نصوص صلى الله عليه وسلم نعيا موالات دباء نتهاق لنا أصل من أصول الله ديننا دباء نتهاق عنا قضيتنا ولا ونعبارة دباء نتهاق عنا إنسان الأسلامي منتلا تقولون للأيد ومنتو قلوم للأفتة ومنتو قلوم للأبي ودي مل أبي يوم للوم لأبي ولا لوم لفتة دي مفت يوم دي قلنا نتهاق عنا ومن من لتبرع وقل من ولا لهيب وقل من لأتبع وقل من لأيد دي قلنا كذا نقدمون سكذا لقي أنا نتواصل لها ولا للتلال لها. الله سبحانه وتعالى لبلدي بقرآن كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال أقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي قلنا آيات إلا دي سورة التوبة اللي تكررت آيات الله سبحانه وتعالى من لنا هلا لبنان ذكرنا مثل قلنا نسمع كالي مرة الله سبحانه وتعالى لتلاكي بأن كل ما الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أقلبل اللي قلنا انتبه بنا يا أيها يا نداءته لتلاكة هلا يا أيها الذين آمنوا اللي خطاب اللي وقاله يقلي وقاله يكلي ديمنا موجهته وقلنا احنا لمؤمنين يقل يا وقلك وقلك للتهاجي هجياتو هجينا يا رب العالمين تو رب العالمين اللي بلنا لا يا مؤمنين ومؤمنين سمعوا انتبهوا يعني حاولت لاقي كورة وقوة حاولت هاجي يا فلان قلب الله جباك مل بالهلا انت بيرا قصول على بطر وهير على يعني قرر تولب عشان كده هنا حقوا يا أيها الذين آمنوا انسمع قلنا انتبه وقلنا نسمع والابناء قلنا كربنا لأنه اللي نداء اللي قراه صنعتها اللي رب العالمين اللي تلاكينها الله ولبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أبوكم وحوكم مسلمين يقعوا من قبي أو لكفر دي بأس لهم فتوا من قبي من إيمان لكفر فتوا من قبي يتوالوهم يتفتوهم وبدين يعني يتأيودهم يتفتوهم حقوما لدين لأبها لو حقوما مسلمين يقبوا حقوا لكفر فدلوا منا إيمان ومنا إذا إيمان منا لكفر فدلوا من قبي ولا من هجة كفر فدلوا من قبي دي بالله كان الله قلت تخالفهم واجبت ودريوت وقتفتهم ألبو با دليلنا يا رب العالمين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا لشرط لنا إيمان لا إن استحبوا الكفر على الإيمان إلا من لتكفر إلا من لتشرك إلا من لتبعثيين إلا من لتعلمانيين إلا من لتشوعيين إلا من لتمرحدين منا ديننا تحيث ومنا إسلام تحيث كيف بلا مسوف وجه القرآن قرآن يعني
بيلو من قبل وغير اللي بهلكم سئل من أورورو وبقويت وبجهل وبعدم توفيق ربنا دي وفق يو ندي قصد وندي الأمر وندي بالد دي بديننا للتعن وديننا لنعقص اللي ضعيفته اللي إيماننا عقصته الإنسان قلنا يدقلبه الإنسان قلنا نسحبنا لوجه الله بالتي هي أحسن يا رب فرا يا إفالكا يا اتق الله يا قنا عقبل الله قلنا تتبلى لك يتقبي لربي يرديا النبي يرديا عقل يرديا شارع يرديا شاشة تردية وعرفي يرديا الله قلنا يجد بهال الله قلنا يتقبي أقبل دي رب أقبل التوبة استغفر قلنا يبلو واجبنا يكل سليما ومؤمنته وفي نفس الوقت المؤمن حو ما قب أو من قب أو ما قب أو من قب حقه منا إيمان لكفر فضلوا قل أيدهم وقل واليوم وقل تابعهم وأسرهم قل يجيس ألو ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وسديناهم من قب يعني دي بكفر سديناهم من قب وركا فردودنا ورأس لي ما يسديناهم من قب ولا برنامج أبعتنا من قب وبهتر بالله من قب إلا مشكلته معناه كما كنت أنتكم سليم قبكا وكما إنسان لظالم قبكاته وظلمه تعديته قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قال مرة رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا بلهم أبوكم من قبو وولادكم من قبو وحوكم من قبو وبعل بيتكم من قبي سيدكم من قبو أنسكم من قبو ولا عشيرتكم كلها من قبو قبيلتكم من قبو إلا قبيلتكم من قبي أمكم من قبي حوكم من قبي أبوكم من قبي سيدكم من قبي حقو منا دين ومنا عزة ومنا إسلام وأموال انتهى اللي تقلك وتجارة ومساكن إلا كله يعني الحياة الدنيا إلا كل من نجهدنا رب العالمين فدلت من قبي ومن حق فدلكها من قبي ومن أسلام فدلكها من قبي إلا رب العالمين بيلا يوم والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني إلا كل لا انتبه إنسان إسلامي إنسان مؤمن ورب العالمين اللي بلق النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إلا آيات واضحات بينات دي بسورة التوبة رب العالمين قل مؤمنين خاطبا قل حسابهم ليدو وقل انتبهوا رب العالمين لبل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات اللي كما عندي بسورة الممتحنة لهاليا كلمة ردك نتقمنتو اللي بنكر ديبا لأن الله سبحانه وتعالى برضو أشياء قرم وأشياء جميلة وأشياء يعني لبلا فتية وكل قرآن لبلا لحاية ولبلا شفة وأروحات لبلس ونور لبس وحبعت لك الشف وتلمت لأبريتو قرآننا يا رب العالمين بدو حياة لبك لك من قبل سمعك ومن قبل بس انت سمعوا بس انك كفلت عم كفا قرم عشان كده الله سبحانه وتعالى دائما لنا قرآن قرأ ورب ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا قرآن قرأ وذيب قرآن لأن حد نركب وهتورا حتنا الدنيا ونائر آخرة بديو الله سبحانه وتعالى لبل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده اللي يطعمنا يا رب العالمين القرآن العظيم كفلوا بالذيبو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام وديب الرسول صلى الله عليه وسلم برضو أسوة حسنة على دقنا هنا اللي آيات ديبا قلنا اقتروا قلنا انتبه بنا
أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويا رب إن شاء الله ربي دي بعمل الخير لهدينا وبتوحيد لسني ودي بحق لأثبتنا وولائنا المؤمنين لبنا ونجاة من السادة ومن المشركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.